nazage donc yandana takbira kadangi yalla allahu akbar na ngala fatira yadana amma la takbira silangi ngala allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تولند الله تكبيرا توزننا نا الله ماندرس الله مغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته فعليه على الإيمان ومن توفيته فتوفه على الإسلام. Na ma la takbira wanji na zangina to na munyambe zunzulu si Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat to sulundu wo do alfa wa wulda wanji tuandindi amadi umbige essentiel c'est à dire mona malwani ebeze la abge si la janaza namu abi dana ma buguna isudu bolanda bibi so umbi mugobi umbi mozole se ade fawi pangate droa otulu bunti tumona malwane umona abganya na nyaro umona lana umbi nyaro de kutina to ge mangata al mandala janaza de dar mozolis mandas mayazi janaza de yas kama ke de importance surtout ade europe tingi de yas pour une situation de dort gana to lana gobio man kombi ile mangata la bata kutekna na yas mona de sanla kar da morose kama data danyi pour une situation wallam ade tanana na erawe bo dispersé bo kudum kudum ba faran ba unki des villes ou dans des quartiers ou dans le monde pour des personnes là car d'amorose d'embosse d'amorose car abgé orugnane seigneur autonunda mon angouze là de bugé wambi puis les gens de là de kubang sur kubang jonage car abgé nazilie wa lagaya abgé na wendi bugé janaza de asgé na adouge nyaro wa yanya char nyandi mbu nyodo nyala le soutenir là do de semda namna réalé soutenir de semda yugunzina damba o mibige sibasulo sibroz namna o duro kwane tasda iman o mibige fa wekna mozolis ngati droit wa na devoir wa tinda namna suru kwane tasda betele to anas madazi madafa wina mazoles mangala qurani na mama maguri madewa zukuna a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا
وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكوائب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينذر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها رادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله نكال الآخرة والأولى ذلك العبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك.